لا لا ردت لي الخيم. ولا خلينا نخش معاك. يوسف انا غنفر كومونتي لك شحال. تقل الله يبارك فيك. تقل تقل الله يبارك فيك. تقل تقل الله يبارك فيك. شوف تبي اونلاين. شوف تبي اونلاين. خاطر مش ولا ما خدمش. متاكد. زيد اخدمني. زيد اصاحبي خلينا نضرب شويه الوقت. زيد اصاحبي. اذا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه بن سليمان. إذا متابعينا الكرام أجواء جد جميلة مباشرة من شوارع المدينة الخضراء، الناس خارجين بكثافة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فمباشرة من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان، ساكنة في المدينة خارجين بكثافة شوارع المدينة كيستمتعوا بالوقت ديالهم كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا متابعينا الكرام أجواء جد جميلة بشوارع المدينة الخضراء، ساكنة المدينة خارجة بكثافة وكتستمتع بالوقت ديالها تزامنا مع الارتفاع قرب درجة الحرارة. متابعينا الكرام إذا كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، شكرا لك أسامة، في هذا البث المباشر مباشرة من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان كما كتشاهدوا معنا، فساكنة المدينة خارجة بكثافة شوارع المدينة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، فساكنة المدينة خارجين بكثافة لشوارع المدينة الخضراء وكيستمتعوا بالوقت ديالهم. نعم فيا ربي تحفظ كل الأمة الإسلامية، فبعض الناس لحد الساعة فمنتزمينش بوضع الكمامة ديالهم، كذلك متابعينا الكرام ما ملتزمينش بمسافة التباعد وارتداء الكمامة. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي أنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، فأجواء جد جميلة والناس خارجين بكثافة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام أجواء جد جميلة بشوارع المدينة الخضراء، الناس خارجين بكثافة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم تزامنا مع ارتفاع قرب درجة الحرارة.
اذا متابعي الكرام متابعي قناه شوف تي في، كنجد لكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه بن سليمان. فجل ساكنه المدينه الخضراء خارجين بكثافه في الأثناء شوارع المدينه وكيستمتعوا بالوقت ديالهم تزامنا مع الارتفاع في درجه الحراره. ومشكل خطير متابعي الكرام هو ان بعض الناس ولحد الساعة مازال ما محترمينش مسافة التباعد، ما مدايرينش الكمامات ديالهم، فكنطلبو لهم الهداية من عند الله يا رب. إذن متابعينا الكرام مثل ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، أجواء جد جميلة بشوارع المدينة الخضراء والناس خارجين بكثافة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم تزامنا مع الارتفاع القوي في درجة الحرارة. إذا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، هذه أجواء مدينة بن سليمان أو شوارع المدينة قبل ساعات قليلة من الإغلاق كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فساكنة المدينة خارج كثافة شوارع المدينة وكيستمتعوا بالوقت ديالهم، والخطير أن بعض الناس لحد الساعة لا زالوا ما كيديروش الكمامة ديالهم، ما كاين لا كمامة، ما كاين لا مسافة التباعد، ما كاين حتى شي حاجة. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من شوارع مدينة بن سليمان.